السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إخواني، إن شاء الله هذا درس تقدم لعظيم شأن ملكة سبأ وما كان من أمرها مع نبي الله سليمان والصرح الممرد من قوارير. لكن قبل أن ندخل إلى الصرح الممرد من القوارير ونعلم عن ملكة سبأ، وجب أولا أن نحيط علما عن سبأ. ما سبأ؟ هذا أولا. الأمر الثاني، وهو نبي الله سليمان، هل هو شخص آخر مذكور في القرآن باسم آخر أو لا؟ أخص بالتحديد ذي القرنين، هل سليمان وذو القرنين هما اسمان لعبد واحد أم لا؟ هذا الذي ندرسه إن شاء الله. قلت ذلك لأنه أولا في علم الصحابة الأولي كان سبأ إما القرية أو الإمرأة. الهدهد عندما قال وجئتك من سبأ، الظاهر أن القرية اسمها سبأ أو الإمرأة اسمها سبأ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال إنما سبأ لا الإمرأة ولا القرية، إنما سبأ رجل من العرب، أصل رجل من العرب له 10 أبناء، فتيامن 6 وتشاءم 4، فأما الذين تشاءموا أي ذهبوا جهة الشمال و6 ذهبوا جهة اليمين، قال أما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان الذين منهم الغساسنة وعاملة، كل هؤلاء أصول، أسماء أبناء لكنهم كذلك أصول تفرعت من هذا الأصل. قال أما الذين يعني تيامنوا ذهبوا جهة اليمين فمذحج وأنمار وكندة وحمير والأزد والأشعريون، هؤلاء أصول العرب إلى يومنا هذا إخواني. فهذا هو أصل سبأ. ثم جاءت ملكة سبأ، امرأة تملكهم. لماذا امرأة تملكهم؟ هذا الذي ندرسه إن شاء الله. في قوله سبحانه وتعالى أولا في سورة سبأ، لماذا قلت ذلك؟ علاقة سبأ وهذه المملكة الرجل بسليمان، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، انظروا إلى رحمة الله، بدأ بملك سليمان وملكه الله سبحانه وتعالى الجن، بعدها مباشرة قال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، عن يمين الوادي أي من سبأ من جنوب اليمن إلى قرى الشام، إلى قرى الشام كان هنالك واد، هذا الوادي منبعه من سد مأرب، سد عظيم يعرف هذا في التاريخ، وأقيمت حوله حضارة وكان عندهم نعم عظيمة على أطراف ذلك الوادي من اليمن إلى الشام، على جنبي الوادي عن يمين وعن شمال. اسمع ماذا قال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة بخراجها وبثمارها وبنعيمها ورب غفور، فأعرضوا كفروا هاته النعمة وكفروا شكر هاته النعمة، فأرسلنا عليهم سيل العرم. ما هو سيل العرم؟ السيل إخواني هو الشيء المتدفق الذي لا يمنعه شيء ولا يحول دونه ودون سبيله شيء ويجرف كل شيء. رأيتم تسونامي مثلا مؤخرا؟ هذا التسونامي الذي وقع بأندونيسيا، البحر عندما يندفع إلى البر فيجرف في طريقه كل شيء، لا بنيان ولا تمنعه، يعني لا جسور ولا تمنعه، لا أشجار لا نخيل، يجرفها بكلها. هذا هو الشيء سيل العرم. نحن نسمي السدود للماء، بينما السد في العربية لكل جدار أو شيء منيع يمنع من شيء، بينما الماء اسمه العرم. لماذا؟ لأنه عرم الشيء فوق بعضه أي كدسه وجمعه، عرمه سيل العرم. انفجر ذلك السد، مثلا نقول في الجيوش إذا تكدست جيش عرمرم أي كفر وجمع على بعضه، كذلك سيل العرم. الله سبحانه وتعالى الآن تفجر ذلك السد كأنه بحر اندفع على تلك الجنة التي كانت فيها النعيم من الثمار الأعناب والنخيل والرمان وكانوا يأكلون منه ويشربون منه، الآن تحول العذاب به لأنهم لم يشكروا هذه النعمة. بدلهم الله سبحانه وتعالى بعد هذا العذاب، بدلهم بجنتيهم، جنتا ذواتا أكل خمط. الأكل إخواني الخمط هو الشيء المر الذي لا يستساغ أصلا، والأشجار الصحراوية التي تنبت في الأماكن القاحلة الصحراوية. لكن الله عندما ذكر هذه الأنواع لسبب أساسي لأجله عرجت على هذه القصة، وقال بعدها وأثل. الأثل هي شجرة قصيرة فيها فقط الأخشاب، أعواد قصيرة لا يستظل بها. قال كذلك وشيء من سدر قليل، شجرة السدر معروفة إخواني، وفي اليمن تكون لا تكون مرتفعة كثيرا، وحتى أغصانها متدلية إلى الأرض، وشجرة شوكية، كلاهم في الثلاثة أشجار شوكية لا ينتفع بها غالبا،
يعني والعامل المشترك، اجمع معي، هذا هو المراد، هذه هي النقطة التي أردت الوصول لها، أنهم استبدل الله سبحانه وتعالى استبدل لهم بأشجار لا ظلال فيها ولا نعيم في أكلها، أشجار شوكية قصيرة لا ظل فيها كما ترون الآن هذه الأشجار التي في الأماكن القاحلة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، جزاء كفران النعمة سلبت منهم هذه النعمة. الآن يبين الله سبحانه وتعالى، هذا عدول في السياق، الآن يبسط الله لك الأسباب لماذا وكيف كانوا. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي من جنوب اليمن من سبأ إلى القرى التي بارك فيها الله سبحانه وتعالى وهي قرى الشام، طول ذلك المسير مئات من الكيلومترات، كان الوادي على طول هذه المسافة. اسمع ماذا قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، أي وقدرنا فيها السير. ما معنى ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر الشيء أي ضيقه، المسافة ضيقة، المسافة ضيقة بين ماذا؟ قال قرى ظاهرة، أي إنسان ما يخرج من بيته حتى يرى بيت أخوه ثم أخوه الآخر ثم عمه ابن عمه ابن أخيه، هكذا دواليك، يعني لا توجد مسافة شاسعة يخاف منها يعني الضيعة ويخاف قطاع الطرق، لا، ما إن يخرج من بيته حتى يظهر له بيت أحد إخوانه أو أقاربه فيحل فيه بعد هذا الترحال. هذا أولا. الأمر الثاني، لم يكونوا يحتاجون إلى التزود بالطعام، فالماء على طول الطريق هذا أولا، ثم الثمار على ضفتي ذلك الوادي. انظروا إلى عظيم هذه النعمة، جمعهم الله سبحانه وتعالى ثم قدر لهم في السير، أي لا يخافون مثل الصحراء أن يضيع أو قطاع الطرق أو الذئاب، لا، بل ما إن يخرج قرى ظاهرة يظهر له بيت فيه يعني مقام. لذلك قال بعدها سبحانه وتعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا من الأمن، يعني أيام وليالي يسيرون فيها في أمن وفي رغد عيش، الطعام والماء وأبناء العمومة الإخوان والأعمام حتى يصلوا. انظروا إلى هذه النعمة. فقالوا: اسمع ماذا فعلوا، كيف بطروا نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من عجيب خلق البشر. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، سئموا من بعضهم بعضا وسئموا من هذا القرب، فدعوا على أنفسهم أن يباعد الله بينهم ويشتتهم، دعوا على أنفسهم كما فعلت بنو إسرائيل عندما بطروا نعمة المن والسلوى واستبدلوها بالثوم والبصل فضربت عليهم الذلة والمسكنة، كذلك هؤلاء سئموا هذا القرب فيما بينهم. لكن هناك قراءة، وهي في قراءة قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أي استقلوا هذا الخير، قالوا هذا لا شيء، هذا الشيء القصير، كأنهم أرادوا أكثر وزيادة وكفروا بهذا، قالوا ربنا بعد لشدة التكاسل، فسلبه الله سبحانه وتعالى بجمعه، أي لم يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا العذاب: وظلموا أنفسهم بالدعاء على أنفسهم فجعلناهم أحاديث إلى اليوم، ما بال هؤلاء الناس كفروا هذه النعمة ومزقناهم كل ممزق، إلى اليوم سلالة يعني تلك القرى وذلك الأب سبأ وصلوا إلى تخوم يعني إفريقيا، وتشتتوا منهم مثلا خزاعة كانت بمكة، ومنهم مثلا أصول الأوس والخزرج الذين منهم الأنصار، ومنهم من ذهب بالبحرين وبالعراق، تشتتوا، كان في سبأ حتى إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من سبأ يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة، وهذا حديث معروف يعني، فقال: يا رسول الله، ليس لنا في سبأ زرع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا سبأ، يعني قصتكم معروفة من سبأ، يا أخا سبأ، لابد من صدقة تخرج يعني من غنيكم إلى فقيركم. فقال: يا رسول الله، لقد تبددت سبأ، جراء هذا الذي كان وكان معروف، لقد تبددت سبأ إلا قليل بمأرب، وإنما زرعنا القطن، والقطن معروف كذلك نبات كذلك خشن ولا يستظل به. أنا العامل المشترك أخي في هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى بدلهم بجنتيهم هؤلاء بنبات لا يستظل به لا ظل فيه، اجمع هذه النقطة، لأن كل الأشجار التي ذكرت لا ظل فيها وأصبحت بيداء قاحلة وشوكية ولا ظل فيها، اجمع معي هذه النقطة فقط من هذا. الآن نذهب، حتى لا يقول الإخوان تشعب، الآن نذهب إلى ذي القرنين. من هو ذو القرنين أولا؟
اسمع معي، سندرسه شيئا فشيئا. أهم نقطة إخواني في التدبر وفي الدراسة، وهي أهم نقطة، الصفاء، صفاء السريرة أولا، والافتقار لله سبحانه وتعالى. تدخل لكتاب الله دارسا على أنك مفتقر، كما تفتقر للطعام وللعافية ولكل ما تحتاجه، أحوج لك أن تدرس الكتاب. هذا أولا، الصفاء، لا تدخل متشبع مستغن، لا، هذا أولا. الأمر الثاني وهو المعاجلة، وهذا أمر صعب جدا، كلما أقول لا أعاجل فإذا بي وقعت في معاجلة، وهذا نصيب الإنسان في هذه المعاجلة. طيب، ذو القرنين، هل هو سليمان أم لا؟ ندرسه إن شاء الله ويتبين لنا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من الذين سألوا؟ اليهود أرسلوا من أرسلوا يستبينون من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا اسألوه عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، منها رجل طواف، رجل طواف والفتية. فجاء خبر الفتية في سورة الكهف، فتية الكهف، ويسألونه عن الروح، عن ماهية الروح. فجاء ردهم عن الروح في سورة الإسراء، قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الرجل الطواف، قالوا رجل طواف، لكن اجمع في ذهنك أن اليهود كانوا لا يقرون أن سليمان نبي، بل قالوا فيه ما لا ينبغي فيه. هذا أولا. قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. عندما قلت المعاجلة أخي، تأمل معي في كلمة مفصلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما قال قل سأتلو، ما معنى سيتلو؟ سيتلو: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فالله هنا قال سأتابع عليكم منه ذكرا، أي سأعطيكم منه علما مجمل، ثم سأذكر لكم تفاصيله في قادم المرات. لماذا؟ لأن سورة بني إسرائيل كما قال عبد الله بن مسعود، سورة يعني الإسراء، وسورة الكهف، وسورة مريم، وسورة طه، كانت من أوائل السور التي نزلت، فهاتي من أوائل ما نزل من القرآن. طيب، فالله عندما قال سأتلو عليكم، أي سأتابع لكم، سأذكره لكم لاحقا، لكن في الكتاب إخواني لا نجد ذكرا لذي القرنين إلا ها هنا في الكهف. إذن ذي القرنين كنيا، الله حق عندما قال سأتابع، يعني سأذكر لكم منه مجددا، وقوله الحق ووعده الحق، أي ذكره لنا في غير موضع، في غير هذه الصورة وغير هذا الموضع، لكن باسم آخر. إذن تبين أن ذو القرنين كنيا، مثل ذنون صاحب الحوت، هاته كنيته. مثلا عندنا إسرائيل، يعقوب له اسمان، وهذا كثير جدا. طيب، فذو القرنين الآن الله سيتابع لنا ذكره باسم آخر، أين نجده؟ لذلك وجب البحث عن ذي القرنين، هاته كنية، لنعلم من كنيته نعلم اسمه الآخر الحقيقي من هو. لكن قبلها تأمل معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أول ما نزلت هذه الصورة، قال رسول الله: لا أدري أذو القرنين نبي كان أم رجل صالح، لا يدري. قال أذو القرنين نبي، عندما قال أنبي كان، أي قرب النبوة. لماذا؟ لأن في الكلام سياق يدل أنه نبي. مثلا الله سبحانه وتعالى قال فقلنا، أي الله خاطبه وأنزل عليه وحيا، هذه بوادر النبوة. لكن لماذا بني إسرائيل سألوا أنه مجرد رجل طواف؟ لذلك قال لا أدري، حتى استبان فيما بعد. لماذا؟ لأنه من الصحابة، مثلا ابن مسعود وابن عباس وغيره، كانوا يجزمون أن ذي القرنين نبي. معنا الآن أثر مهم جدا يرويه علي. علي سأله رجل، قال له: من هو ذو القرنين أو ما شأنه؟ اسمعوا ماذا قال. قال له: إن ذو القرنين ملك مكنه الله ومد له الأسباب ومد له في النور وأجرى له السحاب. مجرد أن أقول لك ملك، من الأنبياء لهم الملك معروفين؟ داود وسليمان. قال وأجرى له السحاب، من السحاب؟ بماذا يجرى السحاب؟ بالريح، سليمان سخر الله له الريح، مباشرة تفهم. قال ومد له في النور، والنور يحتاجه للإبصار وللاطلاع على عالم الغيب مثلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سليمان أوثق شياطين في البحر، فكيف أو بأي قوة سيبصر الشياطين ثم يوثق الشياطين في البحر؟ قال فمد له في النور حتى أصبح الليل والنهار عنده سواء.
انظر سرعات سرعة الجن كيف تمكن منهم. قال أصبح الليل والنهار عنده سواء. قال للرجل السائل هل أزيدك؟ أي كل هذه الأمارات هل أزيدك؟ فسكت الرجل وسكت علي. اسأل أي شخص الآن قل له ملك أجرى الله له السحاب والسحاب بالريح ومد له فيما يحتاجه به من وقت حتى أصبح الليل والنهار سواء منه، سيقول لك بأمارة الريح والسحاب سليمان. مثلا عندنا أمارة أخرى عن مجاهد قال ذو القرنين ملك الأرض كلها إلا ملكة سبأ، يعني حتى وصل إلى ملكة سبأ تخوم ملكة سبأ. الهدهد ماذا قال له؟ قال أحط بما لم تحط به. من الذي وصل ملكه إلى سبأ؟ سليمان لزاما. كان من الأثار الدالة والتي تحوم حول أن ذي القرنين هو نفسه سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن الآن لنعلم لماذا سمي ذي القرنين أصلا ذو القرنين، لماذا سماه الله بهذا الاسم؟ قلت المعاجلة إخواني، ذو ما معنى ذو وذا وذات الشيء وذا الشيء؟ هذا اسم ملاصقة لمعرفة الحال. الإنسان إذا عرف بشيء يقال ذا، مثلا هذا ذو جمال ذات جمال ذو جاه ذو مال ذو علم، رأيت ذو حصافة، يعني الشيء إذا عرف بك يصبح ملازم لك يتعرف به يقال ذو الشيء. مثلا وذا النون، لماذا؟ لأنه عرف قصته بالحوت بالنون. طيب القرنين الآن ما معنى القرن؟ والله وجدت في الكتاب من نقل أن قرنين أنهم قالوا أن له قرنان من العظم ومن العاج كانتا تحت عمامته. لا إله إلا الله إخواني، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إما نبي أو رجل صالح أي مكرم، وهل من الكرامة أن يجعل في جسمه أو في رأسه شيء يجعل في الدواب عياذا بالله؟ القرن يجعل عند الكباش ويجعل عند الغزلان مثلا للتناطح، هذا أولا. ثانيا الإنسان بصورته هكذا دون قرون في أحسن تصوير، هذا أولا. ثانيا والله رأيت في الشبكة في الإنترنت، يعني رأيت شيخا طاعنا في السن من اليمن خرج في رأسه عظم مثل القرن، والله ما إن تراه حتى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. فهذا فيه يعني سوء منظر لا يوجد فيه مكرمة أن في ملك عظيم قرن، هذه واحدة. الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى حاشاه من العبث، فحتى رمش العين هذا عندما خلقه الله سبحانه وتعالى لأمر مهم نافع جدا، فلماذا يخلق له لهذا الرجل الصالح أو النبي يخلق له قرن في رأسه من العاج من العظم؟ يعني فهل ينطح به؟ هل ليخيف به الناس؟ ونحن علمنا أن عندهم زبور الحديد وعنده ما عنده ما أتاه الله خير، فما دور القرون إن كانت عظمية؟ فمسألة أن له قرن حقيقي هذا بعيد جدا وينافي حسن خلق الله سبحانه وتعالى وتكريمه لصورة الإنسان. الآن ما معنى قرن إذن؟ عندنا أحاديث مهمة جدا، انظروا إلى السنة والقرآن كيف يبين بعضه بعضا. مثلا الروم كانت تسمى ذات القرون، هل فيها قرون؟ لا، كانت متمكنة من أقوام سنين عدة، هذا واحدا. عندنا حديث مهم جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لم يقل ثم الذي يليه، يلونهم أي الناس. فأصحاب رسول الله أمته قال قرني، لماذا؟ سأعطيك تعريف معنى القرن أخي، الآن ضعه أينما شئت وأينما وجدت كلمة القرن ستجده ملائم. القرن أخي هو ما جمعته لتكاثر به وتتقوى به، هو الشيء اللصيق الذي تجمعه لتستقوي به قوة وتكاثر به. حتى القرن الجارح الذي في الدواب عند الكبش انظر كيف هو لصيق في الرأس يعطيه قوة يستعمله في النطح، أرأيت؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الصحابة أمته قرني، لماذا؟ كانوا جماعة واحدة تحت أمره تحت طاعته هم يطيعونه، وهذا فيه من القوة، لأن الأمم إذا تفرقت ضعفت. قال قرني أي جماعتي الذين اجتمعوا على أمري وهم تحت طوعي، يأمرهم فيقولون سمعنا وأطعنا. حتى القرن الذي يسمونه يعني في 100 سنة يسمونها قرن، هي في بعض الأثار أن 40 سنة تسمى قرن والمئة يعني سنة تسمى قرن. لماذا نسمي 100 سنة قرن؟ لأنها جمع المكاثرة،
العشرة رقم جمع، فعندما تجمع عشر جماعات من العشرة هاته مئة، والمئة فيها قوة ومكاثرة. لذلك السنبلة عندما ضرب الله مثلا سنبلة أنبتت مئة حبة، أي استقوت تمام القوة وتمام الكثرة، يسمى قرن لرقم مئة لأنه جمع جمع ومكاثرة. سأعطيك الآن حديث مهم جدا، هذا الحديث ويجلي معنى كلمة قرن. هذا الحديث يرويه أبو يعلى ويرويه ابن الهيثم في مجمع الزوائد. هذا الحديث فيه راوي وهو يزيد الرقاشي. للأمانة يزيد الرقاشي منهم من ضعفه الأكثرون على تضعيفه، ومنهم من وثقه توثيقا لينا، الرجل ليس كذاب، لكن حديثه هذا متواتر جدا، وهو حديث افتراق الأمة على 73 فرقة. لكن في أول هذا الحديث في هذه الرواية بالذات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه الصحابة يوما عن رجل كانوا يغبطونه لشدة عبادته وحسن سمته وعبادته، كثرة العبادة. فمر يوما ذلك الشاب، قالوا يا رسول الله هذا الرجل الذي حدثناك. فنظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن به سفعة شيطان، لا إله إلا الله، هم كانوا يرونه على أحسن حال. قال رسول الله إن به سفعة شيطان. ما معنى سفعة الشيطان؟ قال الله سبحانه وتعالى كلا لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بالقوة، تأخذ بالناصية عياذا بالله بالقوة الملائكة ثم ترميهم في نار جهنم، أي الأخذ بالقوة، أن تتمكن من شيء وتأخذه، هذا فيه يسمى سفع، الأخذة بالتمكن. طيب، قال إن به سفعة شيطان، بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام رآها في وجهه. طيب، فلما قدم الرجل قال السلام عليكم، فقال رسول الله عليكم السلام اسمع ماذا سأله. قال إني سائلك فأجبني، ألم تحدثك نفسك آنفا أنه ليس في القوم من هو أفضل منك؟ فقال بلى، لا إله إلا الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى نفسه خير من الصحابة ورسول الله، لا إله إلا الله. فمضى الرجل. قال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أن هذا سفعة الشيطان، اسمع ماذا قال بعدها، قال أن هذا أول قرن، اسمع الشاهد لماذا قال هذا أول قرن للشيطان قد طلع في أمتي، ولو قتل هذا ما اختلف اثنان من أمتي. عندما قال إن هذا أول قرن، وأنا قلت قرن هو الشيء الذي تجمعه فتستقوي به، تستعمله، تستقوي وتكاثر به. طيب، أي أن هذا الرجل أول رؤوس الخوارج، تمكن منه الشيطان فيحرش به بين الأمة حتى يصل إلى القتل فتتشتت الأمة. أول قرون، أول الخوارج، ماذا سماه النبي؟ قال قرن الشيطان، هذا أول قرن للشيطان طلع تكفيري، يكفر الأمة حتى تتناحر فيما بينها. لكن ماذا سماه قرن؟ لأنه كان تحت سطوة الشيطان، لذلك قال به سفعة، أي إن الشيطان تمكن منه أخذه. مثلا عندنا حديث حتى إخواني مثلا في القران، عندما نقول عقد قران بين الرجل والمرأة، قلت القران هو الجمع للتقوي والمكاثرة، أليس كذلك؟ اسمع، عقد القران تجمع بميثاق الله الغليظ بين الرجل والمرأة، هذا ميثاق محكم، انظر قوة، جمع رجل وامرأة للتكاثر، أصلا للنسل، للتكاثر النسل، وهذه هي السنن. طيب، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان في دار أم سلمة، فنظر إلى جارية فتاة صغيرة قال إن بها سفعة شيطان، إن بها النظرة، ألا استرقيتم لها؟ رأيت، أي نظر في وجهها فرأى، وهذا شيء يعرف، يعني يعرف في عين الصبيان الصغار، منهم مثلا مرضى التوحد. وسأقول شيء ولا أريد أن يفتح علي باب فتنة أو أسئلة كثيرة، وهو مرض التوحد، وعفوا على الاستطراد. طيب، مرض التوحد إخواني إلى اليوم لم يعرفوا سببه ولن يعرفوا بالنتيجة علاجه، لكن مرض التوحد ليس مرض مزمن عقلي، بل يشفى ويبرى منه بإذن الله. أنا في دراسة حثيثة وصلت وأزعم، والعلم عند الله وأسأل الله ألا أكون أخطأت، يعني أن مرض التوحد عنده علاج بإذن الله، لكن هذا يحتاج مدارسة أهل الاختصاص، ويحتاج مجال، ويحتاج أخذ وقت، أنا في صدده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. هو يعالج، عنده دواء وفيه علاج بإذن الله، يرفع شيئا وشيئا، يحتاج البعض من الوقت لكن فيه علاج. لا أريد فتح هذا الباب، نرجع إلى دراسة الكتاب. إذن إخواني، فعندما قلنا أن القرن، رسول الله عندما كان قرني أي أمتي، كنتم خير أمة أخرجت للناس للدعوة للتكاثر، أرأيت الأمة التي تحت يدك تتصرف فيها تحت أمرك،
هذا هو القرن. طيب عندما سماه الله سبحانه وتعالى ذي القرنين، ذو القرنين هذا أي عند ملكه ملكه الله سبحانه وتعالى قرنين أي أمتين كانتا تحت أمره، سليمان عليه الصلاة والسلام، وحشر إلى سليمان جنوده من الإنس والجن. رأيت ذو القرنين هو نفسه سليمان، والقرن هي الأمة. سليمان كان يجاهد بأمتين من الإنس ومن الجن عرف بهما. رأيت عندما قلت لك أن الله قال سأتلو أي سأتابع، هاته كنيته مثل ذنون ذو القرنين، لكن اسمه الحقيقي تابعه الله وقوله الحق كان سليمان. الآن عندما قلت لكم في سورة سبأ أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن سليمان وتمليكه للجن، ثم قال بعدها مباشرة لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، أي الجن، ثم بعدها سبأ. الآن سنصل لماذا ذكرت هذا الترتيب. الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عندما قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، عندما قلت أن القرن هو ما تمكن به القوة تجمعها لتستقوي بها، قال الله إن مكننا له المكنة في الأرض كانت بجنود الإنس وبجنود الجن، وآتيناه من كل شيء سببا. الآن كل تفصيل كأنه هنا مجمل، ثم يأتي تفصيل هذا الملك وهذه الأسباب لسليمان في باقي الصور. قال وآتيناه من كل شيء سببا، سليمان قال وأوتينا من كل شيء، كل كلمة ستجدها. مثلا سليمان داود قال الله سبحانه وتعالى وأسلنا له عين القطر، سليمان ها هنا ذي القرنين ماذا قال؟ أفرغ عليه قطرة، كل كلمة ها هنا جاءت في التفصيل. قال وآتيناه من كل شيء سببا، السبب هي الوسائل إخواني الموصلة للشيء. قال فأتبع سببا أي استعملها كما يحب الله ويرضى، لم تفتنه واستعملها، لذلك هو خاف من الفتنة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. قال الله فأتبع سببا أي استعملها. أول الأسباب الريح حتى إذا بلغ، اسمع لأنها وسيلة نقل، فأتبع سببا حتى إذا بلغ أي أوصلته، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وها هنا نصل إلى أمر مهم جدا وهو العين الحمئة ومغرب الشمس. قالوا أنه وصل إلى أقصى الأرض فرأى على ساحل البحر أن الشمس تغرب وراء البحر، فتهيأ له أو هيئ له أنها تغرب كأنها في عين حمئة، لأن ذلك الإحمرار التي تراه من الشفق وعلى طول البحر يهيئ لك أنه يعني أن الشمس قد وقعت في البحر، لكن لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى أولا نقطة مهمة جدا، الله إذا أراد أن يكلم عن الأرض قال مشارق الأرض ومغاربها، لكن ها هنا قال مغرب الشمس، يتكلم عن الشمس بذاتها لا يتكلم عن الأرض، مغرب الشمس، لكن حينها وجد في الأرض مغرب الشمس. طيب هذا أولا، قال في عين وجدها تغرب في عين حمئة، والوجد إخواني كلمة وجد، الله لو أراد أن يقول يهيأ إليهم أو يظن لقالها، لكن قال وجدها، وكلمة وجد تفيد التحقيق، بشاهد أنه بعدها قال ووجد عندها قوما، أي لم يخيل لهم، وجد قوما وفعل فيهم ما يجب التحقيق، قال وجدها تغرب في عين حمئة. الآن سأعطيكم دليل ينافي كل تلك المقالة أنه يخيل إليه، وهي حديث ثبت، هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل يوما أبا ذر قال له أتدري في لما رأى غروب الشمس، قال أتدري أين تغرب هاته؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستقر ساجدة تحت العرش، اسمع إلى هذه الزيادة، قال فتغرب في عين حمئة فتستقر تحت العرش ساجدة، وقرأ إن شئت قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. لا إله إلا الله، تأمل معي الحجة الآن. هم قالوا أنه عندما وصل هو إلى ذلك الساحل، ساحل ذلك البحر، تهيأ له في النظر، لكن رسول الله كان في المدينة على راحلته، وفي رواية كان في المسجد، فهل رسول الله في المدينة هنالك ساحل بحر، وما هذه المصادفة يعني كلاهما في ساحل البحر حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تغرب في عين حمئة ورسول الله في المدينة؟ إذن العين الحمئة موضع حقيقي، والعين تقال للمدخل الشيء وإلى مخرجه، والعين غالبا
متعلقة بالماء. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد تحت العرش، هذا واحد، اجمع أخي، وعرش الرحمن عرش الله على الماء، لذلك هنا قال وجدها تغرب في عين حمئة. الحمأ هو الطين الأسود في قراءة حامية، لا إله إلا الله. فكيف يهيأ له كذلك درجة حرارة الماء الطين، يتخيل له أنه حام يعني كذلك في فيه سخونة وطين أسود. الحمأ هو الطين الأسود وفي قراءة حامية أي في سخونة، فكل ذلك تهيأ له. طيب وكيف إذا كانت الشمس غربت وراء البحار، كيف سيرى وهو على هذا الساحل القوم الذين كانوا عندها؟ فإذا لم يدرك يعني مغيب الشمس حقيقة مكانها، سيسأل الناس كيف ونحن لا نراها تغرب، سيأتي أخي تفصيلا. فإذا لم يرى مغيب الشمس حقيقة، فكيف سيجد القوم حقيقة؟ بل وجدها ووجد عندها كل ذلك كان على الحقيقة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العرش على الماء، لقائل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال وكان عرشه على الماء هذا قبل خلق السماوات والأرض، لا، عندنا في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيضه شيء، أي لا ينقص من ملكه شيء، سحاء الليل والنهار، رأيت منذ أن خلق السماوات والأرض وهو ينفق ما نقص ذلك من يمينه شيء، وعرشه على الماء اليوم، إلى الآن عرشه على الماء والشمس تسجد تحت العرش. طيب إذا كانت تسجد تحت العرش، وعندنا أثر كذلك يرويه عكرمة أنه قال إن الشمس تسجد في نهر تحت العرش، عندنا حديث كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال لما رأى الشمس إلى المغيب قال في نار الله الحامية، في نار الله الحامية، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. سيقول قائل لكن كيف نحن لا نرى كل ذلك؟ أولا ثبت معي أن الشمس تستقر تحت العرش، واستقرارها أخي أي تتوقف كما قال رسول الله تخر ساجدة تحت العرش تنتظر أن يؤذن لها في أن تطلع ثانية من مطلعها. فثبت معي كل هذا الدرس لنصل إلى شيء واحد، شيء مهم جدا، أن مملكة سبأ بدلهم الله سبحانه وتعالى بأشجار لا ظلال فيها، هذا واحدا. الثاني أن الشمس تسجد تحت العرش والعرش تحته ماء إلى اليوم، أي أن الشمس تستقر في الماء تحت العرش. يقول قائل لكن كيف إذا تابعناها لا نرى هذا الاستقرار وهي في حركة دائمة؟ حديث مهم جدا قاله علي، قال إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا أهناه وأتقاه وأهداه، على العبد أن إذا لم يعلم شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جهلتم فكلوه إلى عالمه، لا ينكر الإنسان ولا يحكم عقله ويبطل النصوص ويناطح النصوص بعضها ببعض، بل إذا لم يعلم يستعلم من الله سبحانه وتعالى أو يكل ذلك إلى عالمه. قلت ذلك لماذا؟ عندنا في قراءة ثبت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له إنها تستقر في عين حمئة تحت العرش، قال له وقرأ إن شئت قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تستقر تتوقف تخر تنتظر الإذن، هذه قراءة ثبت. نفس القراءة ماذا قال؟ قال الله قراءة ثبت والشمس تجري لا مستقر لها، أي دائمة الجريان. كيف هذا الضاد كلاهما قرآن، الشمس تجري لمستقر تستقر والشمس تجري لا مستقر لها، إذن الشمس تجري لمستقر لها في علم الغيب، والشمس تجري لا مستقر لها في علم الشهادة فيما نرى نحن اليوم. الله سبحانه وتعالى إخواني يقسم بأشياء نحن نتجاوزها، القرآن قلت المعاجلة، يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فمن الأشياء بذاتها أنت تراها على حال بينما شأنها في علم الغيب وفي علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى لها شأن آخر، أظهر الله لك في علم الشهادة منها نصيب وأخفى شيئا ما يشاء الله سبحانه وتعالى من علم الغيب فيها. مثلا نحن نقرأ في آية الكرسي
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أعطيك مثال، مثلا لتتأكد أن الشمس في حد ذاتها عندها مجرى آخر غير الذي نراه نحن اليوم. طيب، عندنا مثلا من حديث أبي جابر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قبلها الناس اليوم استشكل عليهم شيء مهم جدا، قالوا أن الشمس إذا كانت تغرب حقيقة يعني في تحت العرش تسجد وتستقر تختفي تحت العرش، إذن هي في كل حين في غروب وسجود، لأنها ما إن تغرب ها هنا ثم بعدها يتلوها غروب ها هنا ثم غروب ها هنا ثم إذن هي هكذا تتاليا في غروب مستمر في كل وقت من اليوم. طيب، قلت في حديث جابر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن العبد المؤمن إذا أدخل في قبره، إذا كان مؤمنا اسمع، يهيأ إليه الشمس إلى المغيب، أول ما يرى يرى الشمس كأنها ستغرب، فيقول ذروني أصلي ذروني أصلي، لملكي السؤال فيقولان ستصلي، لكن اسمع لماذا يرى الشمس في المغيب؟ لو أدخلناه في القبر في الصبح في الظهيرة في المساء في الليل في كل وقت يرى الشمس إلى المغيب. هذا الذي استشكل على الناس ورأوه بعقولهم أنها تغيب في كل حين، في عالم البرزخ نعم تغيب في كل حين، وفي كل حين لها شروق وفي كل حين لها غروب، هذا هو انتفاء الزمان. لذلك قال علي أن ذو القرنين الله مد له النور فأصبح الليل والنهار عنده سواء، لأنه وصل إلى هذه النقطة بالذات. فهذا تداخل علم الغيب وعلم الشهادة. مثلا في القبر، في القبر بذاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي عبد إن القبر يضمه ضمة تختلف ضمة الفاجر عن ضمة المؤمن، فضمة المؤمن كأنها تفيقه للسؤال، أما ضمة الفاجر قال تختلج أضلاعه، أي أضلاع هذه الجهة عياذا بالله تدخل في هذه الجهة من الضيق. طيب، بينما المؤمن قال فيمد له في قبره مد بصره النور ويتحول إلى روضة من رياض الجنة، بينما ويجلس للسؤال ويرى منكر ونكير يجران التراب بأشعارهما، لهما أنياب كصياصي البقر، في يد أحدهما مرزبة لو ضرب بها الجبل لصار ترابا. طيب، كل هذا في تلك الحفرة التي نراها نحن شبر، نعم كيف ذلك؟ الآن هذا هو عالم الغيب ليس كعالم الشهادة. لذلك الناس الجهلة والذين سفهوا أحلامهم ينكرون عذاب القبر لأنهم أرادوا فقط يقينا بما يرون من عالم الشهادة وكافروا بنصيب عالم الغيب، وهذا الإنسان ضعيف. إخواني، الإنسان لو قلت له اليوم نادي لي فلان والبعد بينكم أميال، فقال لا، سيقول لك صوتي محدود لا يبلغ. لو قلت له انظر إلى ما وراء البحار، سيقول لك بصري محدود. طيب، عقلك وإدراكك كذلك فيما أخفاه الله سبحانه وتعالى محدود. في الدرس القادم إخواني هناك حديث أتركه لملكة سبأ في الصرح الممرد من القوارير، فيه ما أقوله بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تغيب في مجرى آخر، لكن الله سبحانه وتعالى أخفى هذا عنا، حجبه عنا تصريحا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالشمس تغرب في عين حمئة، أصلا في الماء، اجمع هذا أن الشمس تغرب في الماء في عين حمئة. طيب، سليمان عندما قلت في سورة سبأ أن الله سبحانه وتعالى مكنه من الجن أولا ثم وصل إلى ملكة سبأ آخرا، ها هنا قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لماذا بدأ بالعذاب مباشرة؟ لماذا لم يقل إما أن تدعوهم إلى الهدى أو إما أن تبلغهم رسالات ربك؟ قال إما أن تعذب، لماذا؟ لأنهم الشياطين في البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث الثبت أن الشيطان وضع عرشه على الماء في البحر، قال يتشبه بالرحمن، قال وضع عرشه على البحر وحوله الحيات وعنده الشياطين يبعثهم تترى. الشياطين ومردة الجن صنفان، الشيطان حينما يكون شيطان ميؤوس منه إلا أن يشاء الله، لكن الجن مغلوب على أمره كما قالوا الجن وكنا طرائق قددة فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الذي كان في ضلال ولا يدري ينتظر الهدى حتى يرشد بإذن الله. قال ها هنا إما أن تعذب مباشرة الشياطين
لأن الله ملكه فيعذب الشياطين مباشرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سليمان أوثق شياطين في البحر. انظروا أين وصل، إلى مغرب الشمس. لماذا؟ لأنه قبل أن يتمكن بجنود يعني لجمع الإنس، الله مكنه من الشياطين ومن الجن أولا. ذكرت هذا في درس صافنات الجياد، وذكرت هذا في درس لماذا طفق خسفا بالسوق والأعناق، أنه قتل تلك الجياد لأنه لم يجد فرسانا تجاهد، فسأل من الله سبحانه وتعالى ملكا فملكه ذلك الملك، كان منه السحاب. انظر الأسباب الآن، أتناه من كل شيء سبب، استعمل السحاب فأتبع السحاب حتى أوصلته إلى الشياطين، فاستمكن من الشياطين مكنه الله منهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال ها هنا: إما أن تعذب، أي بأمرك، من يزغ عن أمره يعذبه الله سبحانه وتعالى مباشرة، ليس محل دعوة، بل استعملهم. هذا قرن، أولا مكنه الله من قرن الجن والشياطين، ثم بدأ يجاهد بهم جيود جنود لا قبل لأحد بهما، حتى قال له الهدهد: أحط بما لم تحط. فماذا قال؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، الذي أبى وأبى وبقي على الكفر، فسوف نعذبه بالتصفيد وغيرها، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يوم الدين. وأما من آمن وعمل صالحا، الآن مردة الجن. لماذا قلت ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال أن في رمضان تصفد الشياطين ومرادة الجن، الفرق بينهما: الجنس جن مثل نحن البشر بشر، لكن في البشر إذا قلت كافر، ليس كل بشر كافر، قد يكون مسلم. كذلك الجن هو جنس الخلقة، الذي شاطن وبعد بالكفر وانتزع قلبه وأصبح على الكفر لزاما ونصب عداوته لله ولعباده، هذا شيطان. لكن من كان يحتمل وكان في أمره سعة كما جاء في سورة الجن، قال: وكنا طرائق قددة، حتى أن منهم الصالح ومنهم من كان دون ذلك، هؤلاء سماهم الجن. قال: وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنأمرهم الأعمال اليسيرة، لا أشق عليهم، سيأمرهم بأعمال يسيرة. كذلك كان من شأنه في الجن. ثم اسمعوا ماذا قال بعد الجن: الهدهد قلت أتاه بملكة سبأ، بمملكة سبأ، بخبر عن مملكة سبأ، ثم أتبع سبأ، أي استعمل الآن الجن في غزواته، ثم أتبع سبأ حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي سبأ. طيب، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. ماذا قلت أنا عن سبأ تلك الدراسة التي استفتحت بها؟ كيف أصبحت بلادهم؟ أي أشجار لا ظلال فيها. الآن قال: لم نجعل لهم من دونها سترة. مجرد أن يخبرك عن الشمس والناس الذين يسجدون للشمس، وجدهم يسجدون للشمس. طيب، سبأ بعد الأب السبأ الذي اسمه سبأ، جاء الآن ملكهم الله أمرهم لإمرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. سأل يوما عن كسرى ملك الفرس، قالوا: ماذا؟ قال: ماذا فعل؟ قالوا: مات. قالوا: من ملك؟ قالوا: ابنته، والله قد شتت ملكه كما مزقه، كما مزق هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه. اسمه قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا كاللعن، تابع للعذاب. ها هنا الهدهد ماذا قال؟ وإني وجدت امرأة تملكهم. بعد أبوه وبعد التشتت، ما بقي في سبأ، ملكهم الله سبحانه وتعالى، ملك أمرهم لتلك الإمرأة ملكة سبأ. ها هنا ماذا قال؟ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، أي لا ظلال لهم. الستر بين الشمس وبين العبد هو الحرور، وعكس الحر الحرور هو الظل، والظل غالبا بماذا يكون؟ الظل يكون بالأشجار. لماذا؟ لأنه عندنا في سورة النحل، قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فالبيت للسكن. ثم قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي الأشجار، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي الجبال فيها المغارات والكهوف، لكن عندما ذكر الظلال خصها بالشجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الجنة يقول: وظلها، الله يقول: وظلها دائم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن شجرة في الجنة قال: يسير الراكب في ظلها. الظل الذي يمنع من الحر، ها هنا ما هو؟ ظل الأشجار. وعندنا ملكة سبأ التي بلغها سليمان، بماذا عوقب؟ بأشجار شوكية لا ظل فيها. هذا هو القوم الثاني. انظر الآن الله كيف أجمل لك، بمعنى حدثك عن ذو القرنين بالمجمل،
هذا قرنه أي أمة الجن الذين ملكهم في البحر عرش الشياطين، فمن عصاه أوثقه كما قال رسول الله في البحر عند مغرب الشمس، عند مغرب الشمس، ثم الهدهد أتاه بنبأ سبأ الذين لم يجعل الله لهم سترا دونهم ودون الشمس كما بينا في سورة سبأ. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. والله كلمة مفصلية تبين كل الذي قلته، وهي الناس يمرون عليها، والله حتى أني وجدت من المفسرين من تجاوزها لأنه يظن أنها معروفة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، عندها هنا كذلك وقد أحطنا، قال الهدهد، اسمعوا ماذا قال، قال أحط بما لم تحط به، لأن الله هو الذي مكنه حتى يحيط. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. طيب ما هو الخبر إخواني؟ أنا عندما قلت أن سليمان تمكن من عالم الغيب وعالم الشهادة، أما الأمة، أمة الإنس، أمة الجن أولا ثم أمة الإنس، عندما قال الله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أولا الإحاطة، ما معنى الإحاطة؟ أن تحيط بالشيء أي تجمعه من جوانبه كلها بحيث لا يخفى عليك منه شيء، وهذا يستلزم علم الغيب وعلم الشهادة وأمر الغيب وأمر الشهادة. أولا أنا أقول لك عليك بالحيطة والحذر أن تحتاط من أمرك أي كل جانب. ثم قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كلمة مفصلية جدا. الخبر، لو سألت الناس هل الخبر والخبر سواء؟ مثلا موسى قال سآتيكم منها بخبر، هذا خبر، تسأل عن اتجاه، عن أمر شيء من المعلوم في حياتنا من علم الشهادة تقول خبر. لكن الخبر والخبر سواء؟ فتأملوا، تغيرت حركة الحرف من الرفع إلى الفتح، تغير معناه الخبر ليس الخبر. وتأمل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وهي ذكر الخبر قبلها بصفحة، الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر كذلك. فما الفرق بين الخبر والخبر؟ الخبر أمر شهادة اليوم، لكن الخبر أمر غيب لا يعلمه إلا الله ولا يرى حقيقته كما ستكون إلا الله سبحانه وتعالى. أمر الغيب يكون، والغيب والشهادة عندما تجمعهم يسمى خبر. لماذا؟ لأن مثلا الخضر عندما قتل ذلك الغلام النفس الزكية التي كما كان يظن موسى عليه الصلاة والسلام، قال له خشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا عن أبويه المؤمنين، فكيف ستعلم ذلك؟ لأنه في علم الغيب في المستقبل، كيف ستعلم؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى أعلمه، ذلك سماه خبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر، علم غيب حتى ينبئك الله سبحانه وتعالى. الخضر ماذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام؟ قال له إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وإنك على علم علمكه الله لا أعلمه. علم الشهادة في كتابك وعلم الغيب عندي أنا. رأيت هذا الجمع بين الغيب والشهادة اسمه خبر. في آخرها بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه القصة مغرب الشمس ومطلعها هو من جمع علم الغيب وعلم الشهادة. الآن سؤال وجيه جدا، هل اليمن هي مطلع الشمس؟ اليمن عندما وصلت الآن أن مغرب الشمس هي ما في البحر صفد الشياطين وعرش إبليس الذي يبعث سراياه منه، ثم مكنه الله حتى وصل إلى ملكة سبأ وجدها تطلع على قوم، هل اليمن اسمها مطلع أي مشرق؟ هل اليمن في مشرق الأرض؟ نعم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام. أين ذلك؟ على اعتبار أن مكة هي مركز الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله دحى الأرض من مكة. الدحي إخواني هو أن تدفع الشيء وتفرقه، كأنك تمطط، هذا التمطيط تدفعه فيتمزق فينتشر. هذا الذي يسميه الناس تمدد القارات وزحفها يعني تباعدا، ذاك هو أوان فعل الله سبحانه وتعالى، دحي الأرض، ذلك هو دحي الأرض من مكة. طيب فعندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم من مكة المركز الذي كان أولا. طيب فرسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني لا يتكلم عن شمال الأرض ولا عن جنوبها، دائما يتكلم عن يمين وعن شمال. قال إن الله قد زوى للأرض فرأيت ما عن يمينها وما عن شمالها، ملكها كله ما هو كائن، يقول عن يمين وعن شمال لا يقول جنوب. طيب واليمن تكون نعم في الجنوب لكنها تميل إلى جهة المشرق، إلى مشرق وإلى جهة مطلع الشمس بالنسبة لمكة،
الشاهد الآن الدليل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أشراط الساعة الكبرى قال أولها فنار تحشرهم اسمه من المشرق إلى المغرب. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أن النار التي تخرج من قعر عدن ومن قبل بحر حضرموت ومن اليمن، قالها تصريحا، قال منها النار التي تخرج فتدفع وتحشر الناس إلى الشام. لكن ها هنا ماذا سمى اليمن؟ سماها المشرق، نعم، أي مطلع الشمس من جهة اليمن، كأن الشمس عندما طلعت في أشراط الساعة التي تسبق النار طلوع الشمس من المغرب، الآن مكان شروقها المعتاد، لأن الشمس عندما تخرج إخواني تخرج للعمل، الصلاة والعبادة، النهار نشور للعمل، لكن حينها كأن الزمان ووقت العمل يتوقف، فعندما تصبح الشمس تطلع من المغرب، الآن مكان طلوعها الأول الذي هو اليمن مطلع الشمس سبأ، الآن ماذا يكون منه؟ النار، بدل العمل الآن نار تحشرهم إلى بلاد الشام. أمر اليمن وأمر الشام عظيم، في مطلع ومغرب الشمس يتبين هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لكن كذلك الريح، الريح التي ألين من الحرير تأتي من اليمن، فلا تدع مؤمنا إلا أخذته. إذن وصلنا إلى الآتي إخواني، أن ذو القرنين هو نفسه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه قد بلغ مغرب الشمس في عين حمئة حقيقة، فوجدها تغرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش، وتحت العرش ماء في عين حمئة، قال الصحابة في ماء وطين، في ماء وطين، رأى الشمس تسجد تحت الماء في الماء، تحت العرش في الماء. اجمع فقط معي هذا أخي، وأصل هذا، كل هذا الدرس لأجل هذا، حتى نعلم ما الذي رأته ملكة سبأ في الصرح الممرد من القوارير، وتجد نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخبرك أن العالم الآخر الله سبحانه وتعالى قد حجبه عنا، وكيف حجبه وكيف كشف لها خاصة، فينجلي لك كل ذلك بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. عندي دعاء لأحد الإخوة والأخوات سألوني أن أدعو به، إخوة قائمين على ثغر من ثغور الإسلام يقومون بالدعوة في سبيل الله، لا أعلمهم بوجوههم بل بمجرد الأسماء، الله يعلمهم، فيهم من عائلاتهم أمهاتهم، منهم من أخواتنا مثلا أم أحمد وأم زكريا، منهم من أمها في حالة مرض ومن بنتها في حالة مرض وهم صابرون محتسبين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاهم وأن يبارك لهم في أعمالهم. فالدعوة لله سبحانه وتعالى هذا أشرف عمل، عمل الأنبياء، فأن يموت العبد قائما على هذا الثغر فأي عمل أشرف من هذا؟ إنما الأعمار تمضي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم دعوتهم وأعمالهم وصالح أعمالهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يبارك لهم في أبنائهم وفي أعمالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.